اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبو الأئمة يا سيد الشهداء غريب يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا أبو علي، ما زرت أرضك إلا هيجت شجن ومدمعا سال من عيناي مدرارا، لمن ضعون بأرض الطف سائرة تنحو الشئام فليت الراك لا سارا، وممن النسوة اللاتي يطاف بها تخالهن على الأختام أقمارا، حواسر سلب الأعداء براقعها وابتزها القوم أقراطا وأطمارا، لهفي لزينب إذ قالت مودعة والحزن باد ودمع العين مدرارا، هل لا تمرون بالقتل أن أودعهم ونقضي من ترب الخدين أوطارا، سقطنا من حلس الأقتاب باكية وصرنا يلثمنا أثغارا وأنحارا، وإذا بالعقيلة الحورة تنادي أخي حسين ها أنا راحلة عنك بالرغم لا بالرضا، والله لو خيروني القوم المقام عندك أو الرحيل لاختلفت المقام، ولو أتاكلني سباع البر ولكن ما يحصل بيدي، وإذا بها تخاطب شقيقة الحسين قائلة فوداعة الله يا جسد حامل ضعينا، دنا مطاينا العدا وقوام الشين، ودعتك الله يا ذبيح ما احتضب ماي، عنك يا نور العين سافرت بيتاماي، ويقطع الاوصال لو يحصل على هواي، ما فارق جسمك يا سلطان المدينه، يا خليت خلالك يا خويا ثيابك اجفان، شال الظعن عنكم وار الحم وجعان، كل ما سمح حرمة حن يدير عين، وداعة الله يا ضحايا بحر الشموع، صرعوا عليكم يا اخوتي أفر واتبع الروح، ميتامكم
بشمر الخلاء جوض ضعونا وداعت الله سفرتي صعبة وطويلة ويحجاب صوني ناقتي عجبة وعزيلة أحد بقي منكم يا خو لكبش الكتيبة وحامي الضعينة نادمة أخي عباس ألست أنا الوديعة أخرجتني تحت كفالتك فانظر إلى ذلي بين هؤلاء الأرجاس ثم تجري مدامعها على خدودها وتنادي فوداعة الله يا قمار هاشم يا سردار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عليكم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجلوا بالصلاة قبل الفوت وبالتوبة قبل الموت وبالصدقة قبل البلاء. هذه الكلمات القيمات التي تفوه بها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، فلو يتقبلها الناس واعتنقوا بها وواظبوا عليها لنالوا عزا وفخرا وشرفا وفضلا وسعدا دنيا واخرة. في اول كلمته عجلوا بالصلاة قبل الفوت، اراد لهذه الامة بالسعادة وان يبعدهم عن الشقاوة، لان الصلاة اذا صليت في الوقت كما حكى النبي قال الصلاة في اولها جزور وآخرها زردوه. الصلاة في أولها رضوان وآخرها غفران، والغفران لا يكون إلا عن ذنب. فحتى الأمة على أن يصلوا الصلاة في وقتها، وهذه تشمل المتقاعد والعاجز وأعمال الحرة. أما الذين حكموا أنفسهم وأجروا أنفسهم في الدوائر أو عند المقاول فهناك عندهم عد واضح، لأن الجهاد على العيال كالجهاد في سبيل الله. الله ما يريد ابن إلا اليسر، ما أراد من العسر،
لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. إنسان معجر نفسه والوقت الآن الساعة 11 لا فل يصير يهد العمل؟ لا، يمضي في عمل إلى أن ينتهي العمل وبعد أن يصل. لكن الكلام على أصحاب الأعمال الحرة اللي هم مقيدين مثلي وطقات حبلي، هو قاعد بالسكة أو بالدكان والأذان يأذن تقوم صيد، قال وينك وين الوقت؟ وما يدري عن نفسه، هو الآن يوصل بيته ما يوصل بيته، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآن أدي الواجب. أضف إلى ذلك أنك إذا صليت الصلاة في وقتها نلت من الله ثوابا وآجر. وأضف إلى ذلك ربما أن الإنسان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة التوحيد، حتى الأذكار بعد بعض الأفراد ما يعرفونه، لكن إذا اهتم الإنسان في أول الوقت صلى الصلاة. هاي صلواتك الناقصة تلتحق بصلوات أهل الإيمان والعلماء لأجل عين ألف عين تكرم. الله يقبل ديك الصلاة اللي مولانا الألفاظ مع الوصول يقبلها على أساس صلاة المؤمنين والعلماء. لكن للأسف إذا أجلت الوقت بدون مانع شرعي ولا عذر شرعي، ما عندك مانع ولا عذر شرعي، بس تقول أنا الآن ما نصلي، يعني مستخف، والمستخف بالصلاة كالتارك. أما لو كان مريض أو ملزوم بعمل أو غير ذلك عندك أعذار معذور عند الله. لكن الكلام اللي ما عنده عذر وجا مولانا وأخر الوقت وصلى صلاة بعد في بيته بس يمه وقال ما نصلي في المسجد، ليعلم الناس أن صلاة المسجد الذي في القبيلة الصلاة بخمسون صلاة، والصلاة في مسجد السوق بالشارع الصلاة بخمسة وعشرون صلاة، والصلاة التي كانت في الجامع التي يقام فيه الجمعة الصلاة في بماء الصلاة، أما الصلاة في البيت الصلاة بصلاة ما بها زيادة. بعد أنت الإنسان إذا صليت في البيت تضمن نفسك عن ذول البزيرات، يعني الصغار ما يجون يمك ما يلعبون عند القبلة. فأنت الآن ليش ما تمشي بأقدامك إلى بيت ربك؟ كل قدم لك عشر حسنات، وتصلي ذيك الصلاة إذا أول الوقت الله يقبلها، ولو كان بها نقص هو نقص من ركوع الأركان لا من الألفاظ. أما إذا كان الركن ناقص ما تتم الصلاة، ما يصح. فتصعد الصلاة مع الصلوات الذي صلوها العلماء والفقهاء والمؤمنين تقبل على حساب ديك الصلوات. لكن والعياذ بالله إذا أجل تلوى وصلى ديك الصلاة الذي قال وحكى فيها الباري إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، أكثر ثقل إذا يريد يصلي تشوفه مولانا كأنما جرور إلى المخصبة، وما يعرف على أن الصلاة صله بينه وبين الرب. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يروح الحج تعب يسلم أموال وخطر، وبعدها يرجع صفر اليد إذا ما عنده صلاة صحيحة. المعتمد على الصلاة. ولهذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قسم المصلون إلى أربعة أقسام، ثلاثة ربع عليهم صبر، وهؤلاء من أقسام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراؤون ويمنعون الماهون. يسي عن صلاته عن أوقاته، هذا يدخل وين الويل؟ الويل واد في قعر جهنم والعياذ بالله، يلتهب نار. قسم الثاني يدخل إلى سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلن تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم عن التذكرة معرضين.
القسم الثالث الذي يدخل الغي، لأن هذا الغي والعياذ بالله هم من أقسام الصلاة الذين يدخلون الغي، أي واد في جهنم فيه الثعالب والأرانب والحيات. أما القسم الرابع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون. هذه مولانا الأقسام الرابع، القسم الرابع هذه يدخل الجنة إذا يقبل الصلاة وقفة العبد الدليل، لأن يمثل نفسه عبدا لله. فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على الصلاة أتم المحافظة. ولذا تشوف الآن إذا الإنسان ملزم بحمل مال دنيا، شو ما ينام الليل قبل الأذان يقعد. واحد مخلوق مثله بس ما يحب أنه يفتضح يمه، وما يريد ينقصونه من أجاره، وما يريد يشرون سمعة الفردة، لا الشوف يقوم ينهام قبل الأذان. والذي خلقك وأوجدك ورزقك وأطعمك وأنطاك هذه الأجهزة والنعم، الذي لم يتمكن المخلوق أن يصنع لك من هذه الأجهزة شيء، شو أنملة من أناملك ما يقدر يركبها، لا ما يقدر. جهاز من هذه الجهازات تنقص منك ما يقدر يتمكن في شيء بسيط، أما مثلا يعود هذا الجهاز لا ما يتمكن. وهذا أمنحك بها من فضله على العباد، وقال جلت عظمته: ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. مو يلعبون، ما أريد من رزق مرضيهم، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. على كل، يا أولادي يا أحبائي، اهتموا من أجل هذا العمل الذي هو أفضل الأعمال، الصلوات الخمس. لا تطلعوا من الدنيا وبعد تتأسفون، ترى الإنسان إذا ما صلى ولا اهتم من الصلاة، لأن الصادق عند الوهد قال: لا ينال شفاعتنا مستخف وترك، مستخف بالصلاة. فأنتم اهتموا أتم الاهتمام في مرضات الله، لا تخلون الشيطان يسيطر عليكم يسويكم عبيدا له، لا كونوا عبيدا للذي خلقكم وأوجدكم ورزقكم. يجيك الشيخ حسن الدمستاني عليه الرحمة رحمه الله يقول: يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، انتبه، فإنك من خمر الهوى تجل. تعصيه لا، أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشفي بها لهبا في الحج يشتغل. تشح بالمال حرصا وهو منتقل، أو أنت عنه برغم منك تنتقل. المال تشح عليه، ما تريد أن تطلع من الحقوق وتخليه في المستودعات في البنوك الألف على ألف، ما تطلع حق منه وتتمنى أن تعيش، لا. وإذا أنت مولانا ينزل عليك قضاء الله، مات فلان، قال فلان مات، وش خلف؟ قال أموال، وجوك الورثة ويلعبون فيها، كان شربوا خمر أو زنا أو أعمال. أنت المعاقب، أنت الذي خلفتها. بل نعم، يجيك الجواب: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبام وجنوب مضر، هذا ما كنستم لأنفسكم. قرآن مولانا ما خلى شيء، بس الناس يا حجي ما جاي يعتقدون بالقرآن. لو الناس يتمسكون بالقرآن ويضمن على تلاوة القرآن كان صار عندهم إيمان وعندهم عقيدة وعندهم مبدأ. لكن اللي خلى الناس تتفسخ عن الدين قضية القرآن، خلوه أكثر مولانا رغبة أولادنا ورغبتنا إلى دور الجرائد مال الأخبار. شي يصبح يحط لك النظارة إذا ما يشوف، ما يفتح القرآن في السبع يوم واحد، يقرأ ما يتيسر ويوهب إلى أبي إلى أمه إلى ذويه، حسن عاج وثواب عوض ما ربوك.
وما كفلوك واذا تنساهم في اسرع وقت والعياذ بالله. ولهذا جاء النبي صلى الله الى هذه الامه كانهم الوحوش كما قالت الزهراء كنتم تقتاتون الورق وتشربون الطرق أذلة وأنتم خاسرين فأنقذكم الله بأبي بعد اللتي فلنا أدبهم علمهم نبي رحمة أرى الإحسان عند الحر دينا وعند القذف من قصد دما قال ما أريد منكم يا أمتي ما أريد أموال وما أريد فرد شيء أريدكم أن تحفظوني في شيء كتاب الله وعتدي عليه ترى الكتاب تمسكتم به حصلون عند الله قرابة ومنزلة ومكانة وشرف وعترتي إذا أنتم حافظتم عليهم على يوم القيامة أتلقاكم أشفع لكم جاء عليكم ذنوب أسأل الله أن يغفر لكم قال حاضرين وعدا بهذه الأمة المدعوسة والعياذ بالله تسارعوا إلى هذه أما الكتاب فضيعوه وأما الأمة فحدث ولا حرج ريحانة رسول الله الذي قال في حقه النبي حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأصبار لعن الله ظالمي ومانعي ماء الفرات وعدا بهذه الأمة المدعوسة والعياذ بالله يقصدون إلى هذا الإمام أبي عبد الله سادس أصحاب الكساء ينادي بصوت ضعيف عيقوم وحق جدي محمد المصطفى نعشا وحق جدي محمد المصطفى تفتدت كبدي من حر الظمأ شنو الجواب قال ابن سعد يا ابن أشياء من يأتي براس الحسين ويقطع عنا هذا النحيم وهذا الونين وأنا أضمن له الجائزة ما راح مالك بن النسر رمق بطرفه ولا هاربا سنان ابن سنان قال الشمر لا يتولى قتل الحسين إلا هو فقال يا ابن سعد ما لي عند ماذا تنطيني من الجائزة وأنا أقضي على الإمام الحسين قال كلمة تريد بس أريدك أن تقضي للحسين وتقطع راسه وتفكنا من هذا الأنين مؤمنين عظم الله لكم الأجر فأقبل ذاك الشمر عليه اللعنة بقساوة قلب وصلابة وجه إلى إمامكم الحسين وكان مغمى عليه فصعد على صدره أفاق الحسين من الإغماء قال من أن قال هو الشمر قال ما تريد تصنع قال حز راسك قال اسكن اغسلي جرعة من الماء إذا أردت أن تحز راسي لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئن ويذبح ابن رسول الله عطشانا يا شمر تدري أنا صبط النبي وريحانته جيب لي أمي يا ترى من العطش كبد مفتته يا شمر قلبي تفطر بالضغى ولذح العجيب جلد ما عندي ولا ظلي من أخواني نصيب وين جدي وين أبويا ما يشوفوني عبيد فقال الشمر ما قال جدك قال الإمام الحسين أوعد إلي جدي وقال يا بني يتولى قتلك وقطع رأسك فاسق له شيبتي في جيبه تشبه الكلاب والخنادير وهو أنت يا شمر فقال الشمر حسين يشبهني جدك بالكلاب والخنادير لأذبحنك من قفاك قام من على صدره
وكفوا على حرب وجيه جعل يحفر عوداجه وكلما قطع منه عرقا قال الحسين واجد قام عن صدره وجاء نهوه قلبه على الثرى جلس متربي على كتافه وظل يحفر يحمر عوداجه وزيه نبت جرح حسره وتنظره دعني عطبي قفا دعني امد يدا دعني اسبل رجلا ولكن الشمر ما اطاع العقيلة الحوراء عزى الراس عن الجسد والكون صارت زلزلة علقت عالي قناة توما جوادي كربلاء فحبت الاحزان فارت والمدامع سايلة ولا مدوا عليه ردا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح تقبل عزنا يا الله أما يجيب المضطر إذا دعوه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعوه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعوه يكشف السوء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبه واكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة وسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياة بالعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى العسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحمد حج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين احفظ جماعتنا الحاضرين فردا فردا المؤسس لهذا العمل الشريف احفظه في نفسه وولده من يلوذ به وعجل فرج ولي زماننا السلام عليك يا مولانا يا ابن عبد الله الحسين مولاي وجهت سلامي اليك ورزقنا الله الوصول اليك والصلاة والسلام عليك وعلى جدك وابيك وامك واخيك والتسعة المعصومين من ذريك الطاهرين السلام عليك وعلى اخيك وحامل لواك عباس السلام عليك وعلى ولديك العليين السلام عليك وعلى الانصار المسجنين من يديك السلام